منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة تبنت قرار بيأكد على أن المسجد الأقصى في القدس تراث إسلامي، ده بعد إقرار المجلس التنفيذي لليونسكو مشروع قرار عربي كانت واحدة من لجان المجلس صوتت عليه الأسبوع اللي فات. المهم أن القرار ده بيطالب إسرائيل، وهنا أهميته الحقيقة واخترته كمان، لأن إسرائيل بطبيعة الحال معترض عليه. ليه؟ لأن القرار بيطالبها بوقف الانتهاكات ضد المسجد الأقصى، وأنه نرجع مرة تانية للوضع التاريخي اللي كان قائم قبل 67. مشروع القرار بيؤكد على أنه قرار أو أنه هيبقى قرار نافذ، أن المسجد الأقصى هو موقع إسلامي مقدس، وأن ساحة البراق وباب الرحمة وطريق باب المغربة أجزاء لا تتجزأ منه، وأنه على إسرائيل أنها تسمح لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية بصيانتها. أصل الموضوع أن الدول العربية كانت قدمت مشروع القرار لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، واحتجت عليه طبعا إسرائيل بشدة، لأنه بينفي وجود أي رابط تاريخي ما بين اليهود والمدينة القديمة، والنص اللي قدمته الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وعمان وقطر والسودان، دول طبعا أصحاب مشروع هذا القرار. وفي ختام المناقشات الحمد لله تم اعتماده زي ما قلت لحضراتكم ووضحنا. معنا على التليفون فضيلة الشيخ عكرمة صبري، رئيس هيئة المقدسات الإسلامية بالقدس وخطيب وإمام المسجد الأقصى. برحب بحضرتك معنا يا فندم، أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك، تفضلي. يعني بالتأكيد عايزة أسمع انطباع حضرتك عن هذا القرار وأهميته، وشايف إذا كان هو ملزم هل تتوقع أن إسرائيل بالفعل تنفذ هذا القرار، غضبها الشديد وتهديدها بمقاطعة اليونسكو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للسلطات الإسرائيلية المحتلة لم يسبق لها أن نفذت أي قرار أممي. صحيح. وبالتالي نتوقع منها هذه المعارضة، لأن هذا القرار قرار اليونسكو جاء صفعة قوية وصريحة بأن اليهود لا علاقة لهم بهذا المسجد المبارك. رغم أن السلطات المحتلة كانت منذ عام 1967 وحتى الآن وهي تسوق الأكاذيب وتزوير الحقائق، وكانت تحاول جلب أكبر عدد من اليهود إلى فلسطين من خلال هذا التزوير، فجاءت القرار فعلا صفعة لها، لأن القرار كان جريئا وكان واضحا، يقف إلى جانب الحق. نحن أصحاب الحق، نستمد حقنا من الله سبحانه وتعالى، إن وجودنا هنا بقرار من رب العالمين، هذا ما ورد في القرآن الكريم. وبالتالي نحن نقول بأن هذا القرار هو ملزم لجميع العالم وبأخص للعرب والمسلمين. أقول أن الكرة الآن في الساحة العربية الإسلامية، وعلى الحكام أن يتوحدوا وأن تكون البوصلة إلى القدس والأقصى، وعليهم أن يستثمروا هذا القرار، لا أن يكون مجمدا، أن يستثمروه بالحراك السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والتجاري لجلب الاحتلال، للجمه ولمنعه من هذا الصرف وهذه الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك. نعم. شكرا جزيلا فضيلة الدكتورة كريمة صبري، رئيس هيئة المقدسات الإسلامية، ورسالة طبعا مهمة وإحراج أدب الحقيقة للمجتمع أو الدول العربية والإسلامية، وإنه إزاي نبني على هذا القرار اللي بطبيعة الحال عهدنا دائما بإسرائيل زي ما سمعنا لا تنفذ أي قرار ولا تحترم المجتمع الدولي بأكمله، لكن على الأقل نقدر إن احنا نشتغل على القرار ده وغيره.